هل يا ضحى ها؟ لا انت انت مغيره من راتك. يا مرحبا والله مسهل. الله يرحب. اخذنا كذا جوله مع الشباب، نرجع لضيفنا العزيز مرحبا اخونا فلاح العاصي. ونعم يا مرحب. تتكلم عن المدح وعن الهجاء، فانا اقول علاقاتك لابد انك تدخلها بشيئين معك، بسيف وغمد. السيف تصقع به من يستاهله. لا يعني بعض الناس خلاص خذ الرجال هذا موطأ، يعلق عليه، ينكت عليه، يستهبل عليه، ولا ترد عليه ولا تعلق عليه، وخلني انا اطلع على كتفك. صحيح. وانا استهبل عليك. لا، اذا تكلم عليه بالكلمه هالشينه التسه التسه مثله. يا سلام. ترى هذا ترى هذا مو لا مو بقله، يعني مو بانك تسكت معناها انك كامل الادب وكامل الاحترام. لا، اذا رديت عليه بنفس الرد هذا هو الشرع، هذا هو الجائز. رديت عليه بكلمه اعلى من اللي قالها انت ظلمته. يعني مثلا اضرب لك مثال، لو قال لك واحد انت حمار ترد عليه لا انت الحمار. طيب هل هذا جائز؟ نعم. قال الله تعالى جزاء سيئه سيئه مثله، جزاء حسنه حسنه مثله. عمر ابو بكر بن ابو بكر دخل عليه رجل وهم جالسين عند الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ميده يقول ميد الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تظن ان هذول لاحتمل وطيس لاحتمل وطيس بيقومون معك؟ قال له ابو بكر: امصص بضر اللات. كلمه سيئه، كلمه سيئه، لكن ما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يستاهله. فانت تدخل علاقاتك لابد ان معك يكون غمد وسيف. غمد تضربه من يستحقه اذا تكلم عليك واخطا عليك، لكن في ناس بيتكلمون عليك يجب عليك انك تسكت ما ترد عليه، اللي هو ابوك، عمك، خالك، واحد له فضل عليك، معلمك، تحطه في الغمد. ان دخلت غمد الغمد غمد حق السيف غمد ايه. ان دخلت المعركه بدون سيف او دخلت الحالات الاجتماعيه بدون سيف تراك بتصير هش، وكل يتكلم عليك وكل يعلق عليك، فلا تصير مثل ما يقولون شرس ينفرون منك الناس، ولا تكون ضعيف كل يقدر يوطاك ويدعسك. الغمد يعني لابد منه. لابد. السيف لابد انه منه. فيه وخز، فيه تهويش، فيه لطم خفيف. لابد. وبعدين في امر مهم جدا، لابد ان نحذر منه تماما، اللي هو مثل ما يقولون فيه قصه يقول حرك الوتد. يقولون هذا كان فيه في قريه حرك الوتد. حرك الوتد. يقولون هذا في قرية كان فيه الشيطان وعياله مثل ما يقولون ثلاثة أربعة. قال الشيطان خلنا نرحل، ما عاد فيه فائدة. قال واحد من عياله: والله ما أرحل لين أسوي مشكلة هنا، أنا ماني برحل لين أسوي شيء. قال وش بتسوي؟ خلنا نمشي. قال لا. شوي الرجال طلع، كان في البيت في الخيمة زوج وزوجته وولدهم صغير. الزوج طلع يخلص لها اشغال، الزوجه راحت تبي تحلب البقره. البقره كانت مربوطه على الوتد او على الطنب حق الخيمه. تحلب وولدها الصغير جنبها في المهاد. جاء الشيطان حرك الوتد او حرك الطنب. البقره اختلعت وخافت، تحركت وطرحت الصميل او السطل او اللي تسميه. دعست الورع، مات الورع، انغبنت الام، راحت خذت سكين وقعدت تطعن البقره ماتت. لين الرجال جاي، المره في يدها سكين، ولدها مذبوح والبقره مذبوحه. وش سوى؟ ضربها، ثم سرحها لاهلها. اهلها شافوها مضروبه ومكسره، جاءوا اهلها. اه الشيطان البخيص. وتخانقوا، ها جماعه ذا واهله وجماعه ذا واهله. ثم قال الشيطان لابو: انت وش سويت؟ ميد الولد. قال ما سويت شيء. حركت الوتد. ما سويت شيء، حركت الوتد. الان تلقاك انت وصاحبك كم كلمه قالها واحد وفرقت بين الناس. يقول ما سويت شيء. بس قلت كلمه. اي والله. كم نقل كلام
فرق بين جماعات واخوه وربع. فلا بد انك تعرف ان الكلمه تراها تدمر. الكلمه يمكن تصرف حتى. كلمه تصرف. رب كلمه تقول لصاحبها دعني. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ميد معاذ بن جبل، يقول له معاذ بن جبل وهل يكب النا، يقول له معاذ بن جبل رضي الله عنه اسلم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا رجال عايش سرحان. نعم. عليكم السلام ورحمه الله. مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا بك يا خالد. يا مرحبا بك. حياك الله. يسلمك. الله يرضى عليك. مرحبا. كيف حالك؟ مساك الله بالخير. يا هلا 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 بالمعروف يا اخوي. بالصوره ما هو حلو هنا احلى يا رجال. الله يسعدك ويبارك فيك. الله يحييك. عليك يا حالك طيب. السلام عليكم. شو الاخبار؟ الله يحييك. شلونك تامرك؟ السابع فيصل. مالك زود. شلون خلاص قحطاني. من عمك بالجميع. يا يا مرحبا. تفضل تفضلوا. الله يعافيك. بسم الله. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. هذه وزعها على ازهر. الله لا يهينك. ولا يهينك. في فنادق بعد عندك. شلونك؟ الله يحفظك. مساكم طيبين.